اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن زي ما اتكلمنا النهارده لما فرقه زي دي تحافظ على فرقه تنس الطاوله السيدات تحافظ على بطوله عربيه 3 سنين ورا بعض، اكيد الكلام ده ما كانش وليد اللحظه. وعايز اقول ان حتى لاعبه بقيمه دينا مشرف، يعني احد افضل لاعبات التنس الطاوله على مدار التاريخ في مصر، لما يبقى عندها عقد احتراف والنهارده النادي الاهلي يكلمها قبل بدايه الموسم ويطلب منها انها تكون موجوده النهارده لان المنافسه شرسه، وتفضل النادي الاهلي انها تحترف في فرنسا برغم انها كان جاي لها عقد مغري جدا فرنسا، اكيد لازم يكون ده النتيجه ان احنا نكسب ويبقى روح عاليه جدا. والمدير يعني فرصه ان يكون معانا لاعبتنا نجمتنا الكبيره دينا مشرف عبر الهاتف. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. اهلا، ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك، وحاجه جميله الاداء والالتزام، وبنشكرك عليها دينا، والف مليون مبروك. ميرسي جدا، الله يبارك في حضرتك. يمكن دينا عايزين نوضح اكتر، يمكن السنه دي كان عندك عقد في فرنسا، ويمكن كنت بتكلم قبل الهوا مع كابتن عادل ان العقد ده كان جاي لك وكان عقد مغري، ولكن عندما اتصل بيك او الناس المسؤولين في النادي الاهلي طلبوا وجودك ما تاخرتيش لحظه. كلمينا عن كواليس الموضوع ده. هو الحقيقه انا الفتره اللي فاتت، الكام سنه اللي فاتوا، كنت فعلا يعني محترفه مع نادي فرنساوي، وقبلها كنت مع نادي الماني. كنت محتاجة ان انا اخوض التجربة دي والعب ماتشات اكتر جامدة مع ناس، يعني الدوري جامد جدا هناك. وفعلا يعني الحمد لله استفدت جدا من التجربة، بس حسيت بقى دلوقتي ان يعني شوية بدأت افكر بطريقة مختلفة، ان انا يعني مع زيادة بقى الماتشات، في ماتشات كتير قوي تبع الاتحاد الدولي والدبليو تي سي، فوقفت بقى الاحتراف ده عشان ابقى موجوده شويه في مصر. وطبعا اكيد اول ما هبقى موجوده في مصر اكيد هلعب مع النادي يعني. وحقيقي فعلا مبسوطه جدا بالخطوه دي، ومبسوطه ان انا كمان اكيد مع كابتن عادل شومان بالذات يعني. حقيقي ما واضح يعني الروح اللي ما بين الجهاز الفني واللاعبات. طب دينا، يمكن هاخدك للبطوله العربيه، البطوله كانت صعبه، كان في مباريات قويه، نادي العالي البحريني كان مستعين بافضل لاعيبه في اوروبا، يعني كانت المباريات صعبه. شايفه البطوله السنه دي ازاي يا دينا؟ والله زي ما حضرتك قلت، طبعا هو اجمل ماتش كان ماتش البحرين ده، عشان كان معاهم برنادات اللي هي لسه من شهرين ثلاثه كسبانه تشام مونج بطله الاولمبيات اللي فاتت. ف يحط علينا شويه ضغط كده، ان احنا ايه، ما ينفعش خلاص نخسر اي ماتش تاني، عشان لو لا قدر الله برنادات كسبت الماتشين خلاص ما فيش اي مجال ان احنا نخسر اي ماتش تاني. فبيبقى في كده سن الضغط كان موجود فعلا في النهائي بسيط، بس الحمد لله الحمد لله بالفرقه بتاعتنا ما شاء الله، معانا هنا الجودة ما شاء الله، نادين يحيى، رؤى، ساره، كله ما شاء الله. انا كان عندي ثقه بصراحه، والحمد لله البطوله عدت على خير يعني. الحمد لله. يعني يعتبر كل ماتشاتنا ما عدا النهائي خلصانين كويس يعني، كاسبين بارتياح الحمد لله. طب دينا انت مسافره بكره انا سمعت، صح؟ بكره مسافره ان شاء الله يوم السبت. السبت ان شاء الله، يعني كمان يعني 4 5 ايام. طيب انت مسافره رايحه فين ان شاء الله؟ جنوب افريقيا ان شاء الله، بطوله تبع حاجه تبع الاتحاد الدولي يعني. الاتحاد الدولي، هل عندك مباريات؟ كم مباراه هناك ومين اللي بينافسوك؟ يعني كلمينا تفاصيل عن مبارياتك في جنوب افريقيا. هو ان شاء الله في 32 لاعيبه جوه المين درو، فهنبدا ان شاء الله من دول 32. هي بطوله اسمها كونتندر، بتبقى هو في كذا تقسيمه كده الاتحاد الدولي عاملها، فبس فدي واحده منهم يعني. طبعا كل بيبقى علشان الرانكينج يعني، كله بيبقى بيفرق في الرانكينج، ومشاكل كتير بتبقى مهمه علشان التصنيف يعني. طب دينا انت تصنيفك كام دلوقتي؟ يعني وصلتي، انت كنت وصلتي لترتيب عالي في الثلاثينات على ما اظن، او في العشرينات انا مش فاكر بالظبط، معلش لو خانتني الذاكره. وكان ده افضل ترتيب لافضل ترتيب للاعيبه مصريه في التاريخ. والترتيب ده بيتغير من وقت للتاني، ترتيبك فين دلوقتي؟ انا الاسبوع ده الحمد لله ال 28، ده افضل حاجه انا وصلت لها يعني. ما شاء الله ما شاء الله، وده بيتهيألي افضل تصنيف حتى وصلت له اي لعيبه مصريه، لو ما خليتيش الذاكره. الحمد لله الحمد لله. اكيد. طب انت اكيد عندك لسه طموحات يا دينا، اكيد لسه عندك حاجه عايزه تقدميها، ايه اللي انت عايزه تقدميه؟ والله كنت عايزه يعني، انا حاليا انا مركزه اساسا ان انا احاول ان انا اعلي مستوايا على قد ما بقدر، بحاول اعمل معسكرات كل ما بتيجي فرصه بره مصر خصوصا في اسيا، وبحاول استمتع بقى باللعب شويه يعني، اخدها كده يعني. فعلا الواحد هو بيلعب هو مستمتع، اعتقد بيطلع احسن حاجه يعني. ف
فبحاول استمتع واعمل اللي عليا وزي ما قلت لحضرتك معسكرات، وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله المفروض لما الواحد بيركز على ان هو يحسن من نفسه ويعالج الاخطاء والحاجات دي ان شاء الله المفروض انها تترجم بقى في نتائج وتصنيف اعلى وهكذا يعني ان شاء الله. دينا انا شايف ما شاء الله الحمد لله انت نضجتي فنيا بشكل كبير، وبقيتي عارفه ما شاء الله انت عايزه ايه. احنا بنبارك لك وبنشكرك شكرا جزيلا. دينا مشرف نجمه مصر والنادي الاهلي في تنس الطاوله وصاحبه التاريخ الكبير، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه زي ما انتم شايفين العقليه والمنتاليتي بتفرق كتير جدا مع اللاعبات وبتفرق جدا مع بنات النادي الاهلي. بس اجي لهنا، يمكن هنا اكيد يعني اتعلمت من دينا حاجه، اكيد اخدت منها حاجه، يمكن كنا بنتكلم عن الالتزام وبنتكلم عن اتعلمت منها ايه. انا كده يعني في معظم السفرات اللي سافرتها مع المنتخب ومع النادي وكده على طول بقعد كتير مع دينا، فانا كده كده يعني بتعلم. انا يعني كده كده دينا يعني توب في كل في حاجات كتير قوي. يعني مثلا ابقى وقت مثلا صلاه الفجر تقوم تصحى اقول لها دينا ما شاء ممكن الله تبقي تصحيني معاكي ونصلي مع بعض. بتصحي؟ والله ايوه والله حضرتك حتى لو كنت كنت ماشيه. لا مصدقك من غير ما تحلمي طبعا. وتصحيني صحيني وانا هصحى وبعد كده بصحى. لا لا صحيت على موضوع المواعيد ده اصلا انا كده كده بسرعه قوي. لا ما انت ما شاء الله عليكي دينا يعني اخدت السرعه مني. يعني مثلا انا على طول مستعجله في كل طبعا 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 اللي هو الفطار 8 7 ونص ابقى خلصت وطلعت الاوضه ونمت وعملت كل حاجه. حلوه الروح دي، حلوه حلوه. كل يعني الصراحه لما بقعد مع دينا بستفاد حاجات كتير قوي، ويا ريت ما تكونش متضايقه مني. مني لا ازاي، ده هي حتى اتكلمت عنكم كويس جدا دلوقتي انها مبسوطه انها بتلعب معاكم، اكيد بتبقى حاجه جيده. اجي لك يا كابتن، يمكن كنا بنتكلم عن يعني شخصيه النادي الاهلي وان اللاعبات انتوا بتنطقوها بشكل جيد بشكل يناسب شخصيه النادي الاهلي، مش بس المستوى الفني ولكن في حاجات تانية لازم بتكون تتماشى مع مبادئ ودستور النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. والله زي ما حضرتك بتقول كابتن هيثم ان فعلا اللعيب لازم يكون مناسب للاجواء بتاعت النادي الاهلي، ملتزم اذا كان قبل المباراه او اثناء المباراه او بعد المباراه. احنا تملي بنحب قوي النوعيه دي، والحمد لله ربنا كرمنا و باتنين لاعبات كويسين جدا اللي هي الاء يحيى ورؤى. دول جايين جداد يعني، حاجه جميله جدا بصراحه، جميلة ملتزمين جدا اثناء التمرين وقبل التمرين وبعد التمرين، ملتزمين جدا والحمد لله ان هم يعني اتطبعوا بطباع النادي الاهلي وبالبنات اللاعبات اللي معانا، ان كانت طبعا دينا مشرف او نادين او هنا او ساره او فريده، كلهم يعني بصراحه واندمجوا كمان مع الفرقه. يعني الميزه كمان ان هم اندمجوا مع الفرقه على طول وبقوا يعني ينزلوا مع بعض. ما تحسش ان هم لسه جداد على الفرقه؟ لا خالص خالص خالص. طب كابتن يعني الدوري السنه دي شايف ابرز المنافسين لينا ايه؟ هو الدوري السنه دي صعب طبعا، في الزمالك، في بتروجيت، في جزيره الورد، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني بوجود الكوكبه اللي معانا مش هنخسر ان شاء الله. ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله. هنا شايفه يعني امنيتك اللي انت نفسك تحققيها، الامنيه الكبيره اللي احنا دايما هنحطها قدامنا كده ونقول يا رب نحققها، ايه الامنيه الكبيره ليكي؟ ان انا يعني في بطوله العالم وفي الاولمبيكس ابقى اشرف مصر وانا بلعب، وان انا ابقى جاهزه يعني بكل الطرق للبطوله، و ويعني كل بطوله ساعتها اعمل هدفي. بس يعني ان شاء الله يعني اعمل الله في كل بطوله ان شاء الله احسن حاجه ان شاء الله، وتجيبي ميداليه لمصر في الاولمبيات وفي بطوله العالم، واحنا ثقه فيكي لان انت ان شاء الله يعني ماشي على خطى نجمات كبار نادين ودينا، واكيد ان شاء الله هتكوني يعني ان شاء الله عند حسن ظنهم يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، ويا رب يوفقك في كل فيما هو قادر. شكرا كابتن عادل، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك ومزيد من التوفيق. كابتن هيثم احنا اللي بنشكر حضرتك ان انت يعني على طول حضرتك يعني بصراحه ما استناش مناسبه الا وتجيبنا، واحنا اللي بنشكر حضرتك يعني. لا يا كابتن، ده دي برنامج الابطال وانتوا الابطال، والحقيقه انتوا مش عايز اقول لكم سعادتنا كانت قد ايه. الله يخليك ان شاء الله الرجال قادرين هم ياخدوا البطولات ويعوضوا اكيد الخساره دي ان شاء الله، واكيد احنا ثقه في رجالنا ولاعبينا ان شاء الله يعوضوها لنا ببطوله اكبر واكبر ان شاء الله. اشكرك يا كابتن. الله يخليك. قبل ما اختم حلقه النهارده لازم اطمنكم على ابراهيم المصري، في اتصال مع أسرة البرنامج.
مع كابتن ايمن صلاح عضو اتحاد كرة اليد. اطمنا والمشرف على المنتخبات، اطمنا على حاله ابراهيم المصري، وانا بطمنكم الحمد لله ما فيش اي حاجه، كل اللعيبه سليمه وكل الدنيا ممتازه والحمد لله اللاعبين بخير، وان شاء الله برضو هنطمنكم عليهم بشكل جيد. وفكركم الاسبوع الجاي عندنا اربع مباريات هنزوم على شاشه قناه النادي الاهلي، تابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي، الاهلاوي مش هيسيبنا، وهتعرف كل المباريات القادمه على شاشه قناه النادي الاهلي في الاسبوع القادم. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الافضل.